نقابة تونسية للفلاحين باش يفسر لنا المشكل وسبب النقص هذا في مادة الحليب. الأزمة أزمة إنتاج، المنتج تراجع، الإنتاج تراجع إلى درجة أنه تمس المخزون الاستراتيجي من 55 مليون إيترا، وصلنا اليوم توا حالياً 12 مليون أو 13 مليون إيترا، وحالياً توا نمسوا في المخزون الاستراتيجي في نصف مليون يومين نجدوا منه، وباش نمشوا للتوريد، والتوريد هذه الطامة الكبرى في البلاد، حين نستغنى على معناها ثرواتنا وقطيعنا وحليبنا ودنيتنا ونمشوا نجيبوه من برا، ونعرفوه كيفاش نجيبوه من برا، نجيبوه بالعملة الصعبة. راهو الفلاح حمرك ما تنجم تغصب عليه أنه يحافظ على القطيع وهو خسر، ولكن راهو كيفاش تمسوا في قوت وقوت أولاده راهو مش باش يقول لك لا نحافظ عليه. سيركوي كامل يتعدى به باكل حليب باش يوصل للمستهلك، والمشكل المرة هذه من أعلى الهرم. المخزون الاستراتيجي قادر يوفر حاجة 12 يوم أكهو. فلاحة تخليت على إنتاجية الحليب، انقطاع الحليب بشي مس أكثر من قطاع.